يغامروا ويزوجوا المرأة في عدتها، وإلا فيكفي أن احنا نفرق بينهما، وإذا فرقنا بينهما فعليها أن تعتد ثم تريد أن تزوج أو لا تزوج. قال مالك وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها إذا كان قد وضعها. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 14 و10، إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبري نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل. قالوا لها: عادش بتحيضي؟ قالت: أنا مضطربة، هل الحيض هذا قد ثلاث حيض عاديات أو لا هو اضطراب فيه؟ فإذا كانت بتشكك فلا بد أن تحيض 3 حيض متفرقات، لا بد أن تحيض 3 حيض متفرقات لأجل كونه توفى ولخلو الرحم. نكاح الأمع على الحرة. الأصل عدم الطلاق، والزوج الثاني تزوج بامرأة لم يكن قد تيقن أو علم أو ظن غالب أنها قد طلقت، فلا يجوز أن يقدم الإنسان على زواج امرأة حتى يعرف هل قد طلقت أو لا. في بعض الأحوال تكون ناجزة 10 سنوات فيتوهم الناس أنها قد طلقت. في مثل هذا إذا لم يكن قد اشتهر فيقول لا بد من شهود على أنها قد طلقت وانقضت عدتها. يجب أن يتيقنوا أنها قد طلقت. ما يكفيش في هذا الشهرة، يكفي في مسألة الوقف وغيره، أما في الفروج فلا يكفي إلا إذا قد أشهدوا 2 قل ما رأيك الظن وطلقها. قال الأول: أشهد بالله أنه قد طلقها، والثاني قال: أشهد بالله أنه قد طلقها، والثالث قال: خلاص هذا. تعتد نعم وترجع للأول وهو أحق بها، ما لم تكن قد فسخت بحكم شرعي زوج به وصار يتغرب وما بيرسلش نفقتها أو بيرسل نفقتها وهي متضررة، تحتاج ما تحتاجه المرأة من زوجها، ماذا نصنع؟ ذهبت إلى الحاكم وقالت له: هذا زوجي له 2 عامين وأنا أحتاج ما تحتاج النساء وأنا متضررة. قال الحاكم: اتشهد. وصل الشهود شهدوا بالله أن المنحن غاب 2 سنين وأن المرأة الشابة بتسينم طول الليل وبتلبس طول الليل وبتحتلم ليل ونهار، هي تحتاج أن تتزوج قبل أن تخرج من الخط. يحكم الحاكم بفسح عقد نكاحها، ثم بعد ذلك يتكرر الحكم إلى المحكمة العليا فتعتد، ثم بعد ذلك تعتد بعد خروج الحكم. ثم لأن العدة هي أمر تعبدي، مع أنه قتل منها 2 سنوات لكن لا بد أن تعتد، وبدعت أن تعتد تتزوج برجل آخر، والزوج الأول طرده من المملكة العربية السعودية بعد حرب الخليج، ووصل يدق الباب يقول: افتحي. افتح ما
من أنت؟ قال فلان. قالت أين أنت؟ قالت زوجي فلان ابن فلان. بموجب عقد شرعي، هذا العقد الشرعي محرر في أسفل الحكم، بيسوى الحكم في الوجه والقرار في ظاهره في أربع أسطر. قد اطلعنا على الحكم الصادر بكذا كذا فوجدناه موافقا فلان فلان فلان، خلاص حالا تعتاد بعد تاريخ الحكم. فيجي الأمين أو الحاكم أو غيره يعقد لهم ويقول أين الحكم؟ يطلع الحكم فيكتب في سفر الحكم يقول قد وقع العقد الشرعي لفلان ابن فلان بفلان ابن فلان بعد بضيع عدتها من بعد خروج الحكم، وهذا للعلم وبحضور فلان ابن فلان ابن فلان ويعمله. فهذا حال ما يدق له، نقول هذا الزوج هو أحق بها، وأنت قد فسختك، والفسخ عبارة عن طلاق بائن فليس لك حق. في مثل هذا الزوج الأخير أحق بها. ماشي، إذا كان حكم بالوفاء فإنها ترد إلى الأول، لا يخلو الحكم. إما أن يكون الحكم قال فيها الحاكم صح لدي شرعا أن البرعة متضررة لعدم وجود الزوج لديها زيادة على عامين فتتزوج بعد أن تعتد، وبين أن يقول الحاكم وقد اطلعت على ملخص الحكم فوجدت أن فلانا وفلانا شهدا بموته وبناء عليه فلا مانع من أن تتزوج بعد العدة، ولا مانع بأن تطالب بتركتها وبعده، وإن قد وصل الشخص بذاته وبعينه نقول هو أحق بها، لأن الموت هذا شيء متيقن والحكم باطل لأنه مترتب على شهادة زوج أو شهادة ناس ما يعقلوش من فلان من فلان، شبه فلان بفلان، هو أخوه توهموا أنه أو ابن عمه أو غيره، فالشهادة هذا غلط. أما إذا قلت هذاك في بعض المذاهب اختلف العلماء في تاريخ في هذا في المذهب الهادوية الزيدية حتى يمضي العمر الطبيعي وهو 120 سنة فتعتد وتتزوج. وهناك بعض العلماء يقولوا 4 سنين إذا سار في تجارته، 10 سنين إذا ذهب في تجارة وغاب 10 سنين، و4 سنين إذا كان ذهب في حرب. يفرقوا بين أن يكون في حرب وبين أن يكون في تجارة، هذا جعلوا له 4 سنين وهذا جعلوا له كذا وكذا. أبا اجتهاد الإمام أحمد فقال إذا قامت الشهادة على أنه قد مضى من عمره 70 عام وبناء عليه فتقسم تركته، لكن بنية الطمع فإذا وجد رد والتركة، هذه عبارة عن معوشة تركته، هكذا يقولوا. وفي حق الزوجة هذا إن كانت متضررة فزغت، وإن مشي متضررة لا تفسخ وترث من جملة الورثة. إن طالبت بالفسخ فسخت، أما إذا لم تطالب بالفسخ فلا تفسخ أبدا بل ترث وتكون من جملة الورثة. الحاذقة تطالب بالفسخ أحسن لها. الحاذقة تطالب بالفسخ مش بالوفاء، يعني بيطالبن بالفسخ كله ويقولن هكذا أنا أخشى أن أدخل في المحظوظ وأخشى أن أخرج من الخط وأنني محتزم على نعت. بعضهم بيقولين
يعبرين على أنهن يريدن زوج، يقولين أنا محتزم على نار. التعبيرات المنفلوطة يعني. ها؟ إيه. والأخرى تقول سوي أمس للحاكم بأنه لا عاد يعرقلنيش يحكم قبل أن أخرج من الخط فتعتبوا علي. ما في أشياء قالت لي مرة هكذا اعمل لي أمر، قلت بس تطعش أمر ولكن أعمل ليش توصية إلى الحاكم يستمع إلى البرهان فيحكم بفسخش. قالت ما بلع أمر صريح هكذا قبل ما أخرج من الخط وترجع تلومني. إلى هنا وصلى الله على محمد وآله. قربوا شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هانا في ورقة قال فيها بعض الطلبة جزاكم الله خيرا يروى عن مالك عن الإمام مالك عدم اشتراط الشهود في النكاح، وفي درس أمس قرأنا حديث وهو حدثني عن مالك عن أبي الزبير البكي أن عمر بن الخطاب أوتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. وهذا الحديث مذكور في باب ما لا يجوز من النكاح، فهذا يعني أن الإمام مالك موافق لرأي عمر بن الخطاب كما في هذا الحديث، وأنه يقول باشتراط الشهود أم لا، يعني أنه كيف يروى عن الإمام مالك أنه قال لا يشترط في عقد النكاح الشهود، في حين أن الإمام مالك ها هنا قد روى عن أمير المؤمنين عمر أنه يشترط الشهود. لكن الجواب ليس كل ما ذكره الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر أو عن عمر بن الخطاب من الآراء الفكرية أن الإمام مالك موافق فيها، قد يذكر لنا آراء عن الإمام مالك أنه يقول به، قد يروي عنه ولا يقول به، بل قد جاء في كتاب الموطأ حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أن الإمام مالك لا يقول به. أما هذا فهو رأي العمر، وكثيرا ما يأتي برأي العمر أو رأي لابن عمر أو لابن عباس ولا يقول به. قد سبق حديث أنه الحديث الدال على مشروعية الضم في الصلاة، وأن من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا الحديث موجود في كتاب الموطأ في كتاب الصلاة، في حين أن المالكية يروون عن الإمام مالك أنه لا يقول بالضم وإنما يقول بالإرشاد. ولهذا كافة المالكية الآن في المغرب الأقصى وتونس والجزائر والسودان وموريتانيا
وفي بعض الديار المصرية لا يضمون أيديهم في الصلاة تقليدا للإمام مالك وهكذا. كما أن في مجموع الإمام زيد بن علي في كتاب الصيام حديث الضم أن من سنن البرسلي أو من سنن البرسلي تأخير السحور وتقديم الإفطار تعجيل الإفطار ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا في مجموع زيد بن علي، مع أن الزيدية الآن يقولون أن الإمام ما زيد بن علي لا يقول بالضم ويجعلوا من شعارهم عدم الضم، فليس كل ما روي أنهم يقولوا في بعض هذا. وفي صحيفة الإمام علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن علي زيد بن العابدي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب حديث في الضم، في حين أن الجعفرية لا يكون بالضم. يا مالك بين حر المسجد هذا حر، من يشتي يخرج يخرج ومن يشتي يجي يجي. عند بعضهم قال أي حين أدبدو في القراءة أول سنة أجي أسجل ابني، يسجل ابني عندي. قلنا هو مسجد من جاجة من يزيد الزاد من يتخلف يتخلف من يجي الشهر الشراي من يجي في العضلة هكذا، ما شيء نظام رسمي. فهذا ولا يلزم من كون الإمام مالك بن أنس في هذا الكتاب قد قال أن أمير المؤمنين عمر يشترط الشهود وما يروى عن الإمام مالك، وهم يروى عن أشياء لا ندري كيف فيه. كما أن الموطئات مختلفات، موطئ مالك عاد روايات كثيرة لأنه ألفه في أيام أبي جعفر المنصور وبقي يزيد فيه وينقص فيه أيام أبو جعفر المنصور أخذ عنه، ثم أيام المهدي العباسي محمد بن أبي جعفر المنصور، ثم في أيام الهادي ابن المهدي ابن المنصور، ثم في أيام هارون الرشيد ابن المهدي ابن المنصور، ثم أولاد هارون الرشيد الأمين والمأمون. هؤلاء قرأوا موطأ الإمام مالك على الإمام مالك نفسه، وقد كان يزيد فيه وينقص. ولهذا قالوا رواية محمد بن الحسن الشيباني رواية ثانية فيها أحاديث زايدة وأحاديث ناقصة، وهذا الذي بنقراه هي رواية الإمام يحيى ابن يحيى تلميذ الإمام مالك، وبع الرواية لشخص آخر. من هو الثالث؟ هذا الذي أسمع به دائما بالرواية، بعض النسخ برواية يحيى ابن يحيى وهذا النسخ، وبعضهم برواية محمد بن الحسن الشيباني. المصعبي هذا الذي عادوا جديد، عاد احنا درينا بهذا السنة، والأجل هذا ما قلسيش الذي عادي بالدراب في هذا السنة ما بيلسعش. هيا المصعبي عاد يحفظها الآن في الحال ما قرأ الجزء الأول، لكن هذا محمد بن الحسن وغيره هذا راح حفظنا من قبل. في شعاع الطائف في علم الفراسة، ما هو القول؟ هو قول انه ما بيقولش الشعاع، لا في نفس الشعاع او في الحاشية؟ ما اذكرش لكن في الشعاع انه اما في الحاشية او في العصر. لا هو طبعا مش في الشرح نفسه، في شرحه؟ نعم في الشرح نفسه. هذه مسألة ان الامام مالك
لا يشترط الشوق. احنا ما حفظناهاش من كتب البالكية ولا حفظنا من كتب الحديث وشروح الحديث أو الفقه المقارن، إنما حفظنا من كتاب من كتب علم أصول الفقه. ففي شرح الكافل في أصول الفقه لابن لقمة، وفي شرح الطبري في أصول الفقه لابن لقمة الطبري، وكذلك في شرح الغاية لحسين بن القاسم يقولوا أنه لا يجوز، يقولوا أن الإمام مالك لا يعني يقول ما مش فيه اسمه. هذا مذكور في كتاب في شرح الأزهار في مسألة النكاح الفاسد، قالوا النكاح الفاسد هو أن يتزوج العامي ولا يأتي بولي فلا نفسخه، بل قد وافق أبو حنيفة، أو يأتي بولي وما يأتيش بشهود فلا نفسخه لأنه قد وافق الإمام مالك. هكذا حفظناه من الكتب الفاسد، ما قرأناش في كتب المالكية، لا ندري في كتب المالكية ما يقولوا. ارجعوا لاحظوا في الحواشي حال ما يتكلم في كتاب النكاح. والآن الدكتور محمد يقول أنه ضالع في كتاب الشعاع الفايض شرح الفرايض، وأنه قال فيها أنه لم يثبت على الإمام مالك أنه يقول بصحة النكاح إذا لم يكن هناك أنه يصح النكاح ولو لم يكن الشهود، ما ثبت. إنما بينقلوا في كتب الفقه الزيدي بينقلوا وتناقلوا، ولم نجد في كتب المالكية. ها؟ هذا علي التباب الذي شرح الفرائض، هو من علماء صنعاء الفضلاء الزهاد الورعي الذين كانوا ممن كان يمشون على الأرض هونا، ما يدرش نفسه أن عالم أبدا، حتى ما يلبس لبس العلماء، يلبس الكرسي هذا كان يلك جر، ما تعرف شو يلك جر، يلك من الصوف، من الصوف يلبسها القبائل والعواء، لكن القضاء والعلماء ما يلبسش، هو قد كان يلبسه، ومعهم حانوت في سوق الحلقي يبيعوا الحديد، صارت حين يجي يبيه لابوه أو لعمه، وعلم كبير، أنا مرة أشتري مقص أو مشتري، فما قربت إلا وأنه على التباب استحيت يعني ما جزمت، قال ما اشتغل، قلت بس خذيت من هنا اشتري اسلم عليكم، هذا سلمت ورحت ما جزمت اشتري ولا راجل ولا شيء. هذا علي التباب مع انه علامه في علوم الالف العربيه وفي علم اصول الفقه، وهو الذي حقق كتاب شرح الغايه في اصول الفقه، اكبر كتاب في اصول الفقه هو علق عليه ونقل الحواشي كلها صح، وكان يدرس شرح الغاية تدريس لا يستطيع أحد هذا، كذلك يدري الكشاف عارف باللغة العربية وبالمعاني والبيان وغيره. شرح الغاية المطبوع بحواشي. إيه. يعني ما نقول عن مالك يعني يتكلم بمسألة ما يرجع عنها الشوكاني. أول نثبته هل ذا الحين ما عاد بن صدقش إذا قالوا، ولهذا أقول كما يروى ما عاد نصدقش أن العالم قال بالقول إلا إذا رأينا في مؤلفاته، وما عاد نصدقش بأن الفرقة أو المذهب يقولوا بكذا إلا إذا رأينا في مؤلفاتهم، لأننا وجدنا يكذبوا على الزيدية ويرووا عنهم أشياء غير موجودة في كتب الزيدية، ووجدناهم يكذبوا على المعتزلة ولم نجد ما يقال عن المعتزلة في كتب الأشعرية، يقولوا أن المعتزلة لا يقولوا بعذاب القبر، يقولوا أن المعتزلة لا يقول أشياء كثير، مع أننا عديد في الكشاف وجدنا يقول بكل شيء. طائفة من المعتزلة
الاحمديه. هو واحد من المعتزله اسمه طراز بن عمرو. المعتزله انفسهم هم يتبرؤون منه. مسلوف فرقه هذا. اي. فاتباع ضرار بن عمرو هذا ينكروا هذا، اما المعتزله كلهم فلا يقولوا ويتبرؤوا بما قالوا. قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئل عن رجل، وكذا وهذا المساله في علم اصول الفقه مذكوره ايضا في باب تتبع الرخص في باب الاشتاد والتقلي. قالوا لا مانع للانسان اذا اراد ان ينتقل من مذهب الى مذهب ولا يلتزمه، لكن بشرط ان لا يتتبع الرخص. قالوا فلا يجوز ان يزوج بنته او يتزوج بامراه بلا شهود ولا ولي، ويقول انا مقلد لابي حنيفه في عدم اشتراط الولي، ومقلد للامام مالك في عدم اشتراط الشهود. هذا اتوا به في علم اصول الفقه. حتى ذري يا عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئل عن رجل كانت تحته امراه حره فاراد ان ينكح عليها امه فكرها ان يجمع بينهما. قالوا الا للضروره، لا يجوز ان يتزوج بحره وبأمه في وقت واحد. وحدثني ها؟ باسم زوجه. اي اما باسم التسري فلا مانع بان يتسرى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول لا تنكح الحره الا ان تشاء الحره، فان ضاعت الحره فلها الثلثان من القسم، يعني يومين عند الحرة ويوم واحد عند الجارية. قال مالك ولا ينبغي لحر أن يتزوج أما وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله تبارك وتعالى تعالى في كتابه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما باركت أيمانكم من فتاتكم المؤمنات. لا مانع للإنسان أن يتزوج زواج بجارية إذا لم يستطع يتزوج بالحرة. وقال ذلك لمن خشي العنة منكم، قال مالك والعنة هو الزنا. ما جاء في الرجل يملك إمرأته. مسألة تقسمهم ثلثين وثلثين. مسألة اجتهاد. اجتهاد. ما نوافق السعيد من هو مالك او من هو الذي قال ما نوافق الشيء هذا، لان الادله تدل على ان على الرجل ان يقسم بين زوجاته، كل من تزوج بها بعقد شرعي فلا حق في القسمه ولا فرق بين ان تكون ضره المرأة هذه حرة أو أمة، ومن فرق بينهما فعليه أن يأتي بالتالي. ما جاء في الرجل يملك امرأة وقد كانت تحته ففارقها. حتى ثري يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها، إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم، لأنها باسم زوجه، ما دام هي باسم زوجه فلا ترجع إلا وقد نكح رجل آخر حتى ولو اشتراها شرع، ما دام هو تزوج بها زواجه وطلقها طلاق ولم يبعها فلا يحل له، لأن القرآن فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح. ما دام قد طلقه فحكمها مثل الحرة.
واعتذري عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جاري فطلقها العبد البتة، يعني طلق بائن بيرون كبرى، ثم وهبها سيدا له فهل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ما دام قد طلقه فحكم المطلقه الطلاق البائن من النساء الحرائر. واعتذري عن مالك انه سال ابن شهاب عن رجل كانت تحته اباه مملوكه فاشتراها وقد كان طلقها واحده، فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقه، فان بت طلاقه فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. هذا من راي محمد ابن شهاب الزهري انه سئل عن رجل تزوج بجاريه ثم طلقها، فهل اذا اراد ان يتزوجها او يشتريها لا بد ان تكون قد نكحت رجل غيره؟ قال محمد ابن شهاب الزهري لا يخلو، إما أن يكون طلاق رجعي أو يكون طلاق بائن بينون كبرى. فإذا كان هذا الطلاق طلاق رجعي فلا مانع له أن يتزوجها أو يشتريها، وإذا كان طلاق بائن بينون كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال مالك في الرجل ينكح الأم فتلد منه ثم يبتع أنها لا تكون أموالات له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي الغير حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها. أم الولد هي الجارية التي يضعها مالكها فتلد ولدا تسمى أم ولد، فما عاد يقعش يبيعوها، وإذا مات زوجها ما عاد تبقاش تركة من جملة تركته. أم الولد منزلة بين المنزلتين، لا هي في منزلة الجارية حتى تكون من جملة التركة، ولا قد اعتقها سيدها بقوله أعتقت فلان حتى أنها تذهب وتروح لها منك، بل تبقى عند تخدمه ولا يحل له أن يبيعها، وإذا بعد فيتركها الورثة، لا هي بزوجة حتى ترث الثمن أو الربع أو نصف الثمن إذا باعها ضره، ولا هي جارية حتى تكون في فصل أحد الورثة، بل تنطلق هكذا. بقينا إذا تزوجها زواجه وهي في ملك شخص آخر فولدت لا تسمى أم ولد، لا تسمى أم ولد إلا إذا ولدت لسيدها. أما إذا تزوجت زواجه وهي مملوك لسيد آخر فلا، حتى يشتريها ثم بعد ذلك تلد له فتكون أم ولد. قال مالك وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى، والله أعلم. أنا ما أوافقش في هذا، لأنها حملت منه بمائه وهي متزوجة به ومملوك لشخص آخر، ثم بعد ذلك باعها مالكها
من هذا الرجل فأصبح يدها بعد بالملك. فإذا ولدت ولد تدي أم ولد لأنها ولدت له وقد أصبحت مملوك له. لكن حينما علقت علقت وهي مملوك لسيدها. ومن ما رأيك هذا بيقول الإمام الزهري أو الإمام مالك. قال الإمام مالك إذا تزوج العبد أو أي شخص بجارية زوجها مالكها وقال زوجتك بجاريتي فلانة فوضعها بعد ما وضعها بدأت تحبل ثم بعد ذلك باعها سيدها فاشتراها ضيع الزوج وبدأ يضعها بملك اليمين قدو مالك لها هو هذا. ثم ولدت ولد تسمى أم ولد. الحمل من الحمل من تجاه هو من الشخص نفسه بس من النكاح. إيه فأنا أقول إذا اشتراها وهي غير حبلى فحبلها فولدت فهي أم ولد لأنها ولدت لسيدها. أما إذا كانت وضعها وهي بصفة زوجة وعلقت منه ثم باعها فالعبرة مشوا بالولاد العبرة بالعلوك. لكن هو ولد ايه؟ هو أصلا هي بتكرم على أساس إنه إيه؟ على أساس الولد هذا. على قولكم يلزم من الولد هذا ليس بحر. ها؟ هتقول إنه يظل عبدا وكان في الحالة الأولى هيدان معك. إيه إذا ولد الولد لرجل حر من زوجة هي جارية فيبقى عبد للسيد صاحب الجارية. وهذا مقصد الدكتور ومقصد الإمام أحمد. أي الولد هذا الولد وقد أصبحت أمه زوجة فبناء على ذلك فهو ليست على هذا هيكون حر وهي إكراما له هتصبح أم ولد. ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها سبق أن قلنا يحرم على الرجل أن يتزوج بأختين معا وأن تجمعوا بين الأختين. كما سبق أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة ثم يتزوج ببنتها. بقينا هذا الذي تقدم في الحرائر. بقينا في الجوار. هل يجوز للإنسان أن يضع جاريتين وهما أختين أو لا؟ وهل يجوز أن الإنسان يتزوج بجارية ثم يتزوج ببنتها أو لا؟ حتى تري عيا عن مالك. المراد بالكراهية في كلام الإمام زيد بن علي أو في كلام الإمام مالك أو غير من المتقدمين المراد بها التحريم. وعند المتأخرين الكراهة هي التي للتنزيه. لكن عند الأولين كانوا يطلقوها هكذا. قد تكلم السياغي في كتاب الروض النظير جاء في عبارة مجموع زيد بن علي أنه كره كذا وكذا. قال والمراد بالكراهة عند زيد بن علي وعند العلماء المتقدمين المراد بالتحريم. وبعضهم يقول في عبارته الظاهر الشافعي أو غيره إذا قال يحرم فهو فيما دلالته قطعية. فإذا قال يكره فيما كان محرم ولكن بدلالة ظنية.
الحنفية يقولوا هكذا، ما كان دلالة ظنية أو حديث الظن أو استنباء فيقول له مكروه بمعنى أنه آثم. قالوا لا، أجل لا يدخلش في قوله، في قوله لا تقول لا ها؟ ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توضع إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر ما أحب أن أخبرهما جميعا ونهى عن ذلك. عمر قال لا يصلح أن الإنسان يضع الجارية ثم يضع بنتها. وحدثني أن أخبرهما جميعا، أن أخبرهما قال أي أضعهما، يقال للحراث خبير ومنه المخابرة. قال عمر ما أحب أن أخبرهما جميعا، أي لا أحب أن أضعها ثم أضع بنتها. ها؟ خبيث، الخبيث قال هو الذي بيحرث الأرض، والقرآن قد قال نساؤكم حرث لكم، فالحارث الحقيقي الذي بيحرث الأرض، والخبيث الحقيقي هو الذي يختبر الأرض ويحرثها، والبجاس هو في قول حرث لكم. فتجوز عمر من هذا وقال أن معناه أنه يحرثها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ضعيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قالوا لأمير المؤمنين عثمان هل يجوز أن الإنسان ينكح الجارية وأختها في وقت واحد أو لا يجوز؟ قال عثمان حرمتها آية وحلتها آية، فقولوا وأن تجمعوا بين الأختين أعم من أن تكون الأختين من الحرائر أو من الجوار، هذا حرمتها آية. والآية الثانية التي تقول وما ملكت أيمانكم، فقد أجازت أننا ننكح الجارية التي تحت ملكنا، ولم يفرق ولم تفرق الآية بين أن تكون هذه الجارية بجانبها أختها أو لا. لكن قال الأحواط أدري لا أنكحهما معا تغريبا لجلبة الحظ، لأنني قلت لكم اليوم الأول إذا تعارض دليلين أو عمومين ولم نستطع أن نرجح بينهما مثل هذه الآية، فإننا نرجح ما يدل على الحظر على ما يدل على الإباحة تغليبا لجلبة الحظر. قال لنا واحد أنا بننكح جارية هي ملكي، وعد معي جارية أخرى هي ملكي أريد أن أنكحها، ولكنني متشكك لأن أختها موجودة عندي، ما قولكم؟ فالظاهر قول أو ما ملكت أيمانكم أعم من كون الجوار هذا قد ملكناها، وإن أختين أو غير أختين، سواء كانت واحدة أو ثنتين أنه جائز. ولكن في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين يدل على التحريم، ماذا أصنع؟ نقول إن عملت بآية
خالفت الآيات الثانية، وإن عملت بالآية الثانية خالفت الآية الأولى، فماذا نصنع؟ نرجح التحريم تغليبا لجنبة الحظر، لأن العلماء قالوا إذا جاء دليل يدل على الحظر أي على التحريم ودليل يدل على الإباحة فنغلب الحظر لأن فيه احتياط أحوط. لكن لو هو بيملك الاثنين وبيطأ واحدة الثانية عادي ما أي ما يبقى شيء، ما يطأش الثانية إلا لما يخرج هذه من ملكه أو لا، واحد للخدمة واحد للوضع. حب يطأ الثانية اللي هي كانت للخدمة يبدأ يتخلص من يتخلص من الأولى يبيعها. يعتبر تحايل لو وهبها لأخيه على أساس يهبها له بعد ذلك ثاني. المقصود يخرجها في ملكه والله أعلم بنيته. هل هذا الثاني ما يفرقوش بين الجاري وأولادها؟ إذا بعي جارية ولها أطفال فلا يحل لي أن أبيع الجارية من زيد وأبيع الأطفال من عمرو، ما بلا أبيعها كلهم من شخص واحد، هذا المراد بالحديث هذا. أما الذي قد بالغت عاقلة فهذا شيء آخر. الحديث الذي ذكرته هو لا يجوز للإنسان أن يفرق بين الجارية فيهبها لشخصين وبين أولادها الصغار يهبهم لشخص آخر أو يبيعهم لشخص آخر. أما هذا فإذا قد كان خوات ولكن كل واحد أصبحت مكلفة بالغة عاقلة فلا وجه لمنع التفريق بينهما. فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك فقال لو كان ابن أبي شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب أراه علي ابن أبي طالب. قالوا لما رأيك؟ يقول عثمان العلي قال سأجعله نكالا. قال عثمان أنا لا أحب هذا، وهذا علي بن أبي طالب قال من فرق بينهم من أتبهم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. قال مالك في الأمر تكون عند الرجل فيصيبها أن يضعها ثم يريد أن يصيب أختها أن يضع أختها، إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو غير عبده يتخلص منها بأي شيء، إما يعتقها أو يكاتبها تعتق نفسها أو يزوجها عبد من عبيده بعد أن تستبرأ أو أي شيء. أن يعني يصيب الرجل أما كانت لأبيه. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابن جاري فقال لا تمسها فإني قد كشفتها بابلا للخدمة، لأنه ما يصبرش وأنت يعني ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فعمر بن الخطاب حمل قولا من النساء على كل امرأة ولو جارية، ولهذا قال ولده لا تمسها. لكن بعضهم يقول من كلام عمر كشفها يعني شفها مش جمع كشفها. هو مذهب عمر بن الخطاب أن الخلوة بمنزلة الدخول وقال ولهذا سنشوف ما قال هذا، لأنه فيما تقدم أن عمر بن الخطاب مذهبه أنه أن عند أن الخلوة منزلة الدخول. قال الباجي
معنى أنه نظر إلى بعض ما تستره من جسدها على وجه طلب التلذذ والاستمتاع، فأبدى العلة الموجب للتحريم وهو الكشف، لو كان الملك كافيا كما يقول الشافعي لم يحتاج إلى ذلك. فهو بيقول هذا هذا، ويقول العلماء هكذا، من قد رأى امرأة لشهوة ولو ما قد وضعهاش ما عاد يقعش أنه يزيد يتزوج بها ابنه. ها؟ قال هكذا في مثل الأسر هكذا. ما رأيكم؟ ها؟ مسألة اجتهادية. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن المجبر أنه قال: وهب سالم ابن عبد الله لابنه جارية فقال: لا تقربها، فإني قد أردتها فلم أنشط إليها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نحش ابن الأزواج قال للقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القبر، فجلست بها مجلس الرجل من أمرته، فقالت: إني حائض فقمت فلم أقربها بعد أفأهبها لإبريتها. فرأى القاسم عن ذلك، يعني أنه قد رآها لشهوة في بثر الأسهر. قال هكذا، كل من قد رأى إبراه لشهوة بعد يقعش أن ابنه أو أبوه يعني يتزوجها. وحدثني عن مالك لابني عندي لابني وهنا في الحاشم ما قال، الكل سوا سوا. وحدثني عن مالك عن ابراهيم ابن ابي عبلة عن عبد الملك بن مروان انه وهب لصاحب له جاريه، ثم سألوا عنها فقال: قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. فقال عبد الملك لمروان: من هو مروان ابنها ومن؟ لمروان فتح الله في جواب قال: أي والله لمروان يعني أبا. فقال عبد الملك لمروان: كان أورع منك. قال مروان يعني والدي كان أورع منك، وهب لابنه جارية، ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة. وقال قد كان يقول لوالدي من بعد مروان من رأس القامة أنه عن نكاح إماء أهل الكتاب، هل يجوز يتزوج الإنسان بجارية من جواري أهل الكتاب أو لا؟ إلى هنا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. قال مالك: لا يحل نكاح عامة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. هذا تفسير للإمام مالك، قال إن المحصنات من الذين أكتب من قبلكم، قال فهن الحرائر من اليهود والنصرانيات. لا يتزوج، قال الإمام مالك: لا يتزوج الإنسان بأمه يهودية أو نصرانية، لأن القرآن قال:
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فسر المحصنات بمعنى الحراير، والظاهر أن المراد والمحصنات أنهن المراد المزوجات، وهذا الحراير. فالمراد بالكتاب التوراة والإنجيل للمجوس، وإن كان لهم شبهات كتاب ذلك الكتاب بأيديهم، وهذا من تمسك بصحب سيد وإبراهيم أن هذا. فقال أنه لا يتزوج، لا يتزوج الإنسان إلا بجارية مسلمة. وقال الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا دليل صحيح. قال يعني تزوجوا بالجارية بالجوار الذين مؤمنات. الذي لا يستطيع أن يتزوج بحرة يتزوج بجارية من الجوار المؤمنات للكافرات. قال بالك: فإنما أحل الله فيما نرى، فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات، ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودي والنصرانية. قال بالك: والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين، ولا يحل وطأمة مجوسية بملك اليمين، لا يحل وطأمة مجوسية بملك اليمين، إنما يحل من كانت جارية وهي يهودية أو نصرانية. قال للقاعدة أن كل من جاز وضع جواري حرائرهم بالنكاح جاز وضع إمائهم بالملك، وكل من منع وضع حرائرهم بالنكاح منع وضع إمائهم بالملك. هذا رأي غريب، هذا رأي للإمام مالك، ما أظن العلماء يوافقوا عليه. قال: لا يجوز للإنسان أن يتزوج بجارية مجوسية، ولكن لماذا؟ قالوا: لا يحل للمسلم أن يتزوج بحر مجوسية، وإنما هو بحر كتابية. كذلك لا يجوز لمن يريد أن يضع جارية أن يضعها بملك اليمين إلا إذا كانت كتابية، وأما إذا كانت مجوسية فلا. قال بالك: والأمة اليهودية والنصرانية تحل سيدها بملك اليمين، ولا يحل وضع عامة مجوسية بملك اليمين. هذا في الحاشي علق على هذا. والظاهر أن قوله وما ملكت أيمانكم لا فرق بين أن تكون مجوسية أو يهودية أو نصرانية، لا فرق بينهم. الذي المسلمون حينما فتحوا العالم الإسلامي كانوا يسبون المرأة وينكحوها ولا يسألوا ما مذهبها ما دينها ما ملتها. وهذا قال: ولا يحل وضع أمة مجوسية بملك اليمين. هذا الإمام مالك يحتاج إلى أن يبرهن على هذا الدعوة، لأن القرآن قال: وما ملكت أيمانكم. يجوز للإنسان أن ينكح الجارية بملك اليمين إذا كانت قد استبرعت بحيضة مطلقة، ما ملكت أيمانكم أي ملك كان وعلى أي صفة كانت وعلى أي دين كانت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتقدم في الغزوات ويسبي هو وأصحابه
النساء. ما كانوا مسيحيات ولا كانين يهوديات، إنما كانين مشركات وثنيات. الكافرات الذي غزاه الذي سباهن النبي صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق أو في غيره كانن كافرات وثنيات، والذي سباهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في خيبر كانن يهوديات، والذي سباهن المسلمون حينما فتحوا بلاد الشام وبصر والمغرب وبلاد الروم كانن نصرانيات، وحينما فتحوا بلاد العراق والفرس كانن مجوسيات، حالما فتح سعد بن أبي وقاص بلاد الفرس والمثنى بن حارثة بلاد العراق وغير ممن قتيبة بن مسلم كتاب فتح بلاد ما وراء النهر سبرقند وطشقند وبخارى وغيرها، كانوا يسبوا النساء في حين أنهن مجوسيات. فأنا مستنكر لقوله والأمة اليهودية والنصرانية تحل سيدها ببلك اليمين، هذا قد نص عليها القراء، ولا يحل وطأمة مجوسية بملك اليمين. هذا التفرقة ما بين الأمة اليهودية والنصرانية هو ما بين الأمرة المجوسية، الذي قال الإمام مالك أنه يحل أن الإنسان إذا كان سيد للجارية أن يطأها، إذا كانت كافرة وكان كفرا لكونها كتابية نصرانية أو يهودية، ولا يحل إذا كانت مجوسية. هذا القول للإمام مالك يحتاج إلى برهان، لأن الأدلة التي تقول وما ملكت أيمانكم عامة وليست بخاصة بالنصرانية أو باليهودية، إنما قال وما ملكت أيمانكم وملك اليمين الذي كان يشبهها في هذه الأيام ويبيعوها ويملكوها، كانت بعضهن يهوديات وكان بعضهن مجوسيات وكان بعضهن نصرانيات وبعضهم وثنيات، ولم يفرقوا بين هذا. أنا استنكرت هذا المعنى، لماذا قال الإمام مالك بهذا القول الذي فرق في ما بين اليهودي والنصرانية. وقد كنت ارجع الى راي الدكتور محمد، واليوم سارجع الى الاستاذ اسامه. ما هو انت مالكي؟ يلا ما هو دائما تذاكر لي بمذهب مالك وتقول مذهب الامام مالك كذا، مذهب الامام مالك كذا، فلاحظت انك قرات الفقه المالكي، وبناء عليه فعليك ان تبحث في كتب الفقه المالكي لماذا فرق الإمام مالك ما بين الجاهلية ما بين الجارية اليهودية والنصرانية وما بين الجارية المجوسية، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد سبى الكافرات. إذا كانت المجوسية قد قالوا أنها ليست بأهل الكتاب، وبعضهم قال أنهم أهل الكتاب، بعضهم يقول أنهم أهل الكتاب وأنهم كان معهم كتاب زراتشت، هذا زراتشت من المجوس الذي كان لهم فرق، وإذ قال بعضهم أنه نبي وأنه مع كتاب. أما الوثنية العربية التي في الجزيرة العربية فقد وردت أحاديث أن النبي كان يشبيها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ف
فلا يسقين بمائه زرع غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه يدل على أنه يضعها بملك اليمين، أن أصحاب كانوا يضعوا الجواري بملك اليمين عملا بالآية الكريمة، في حين أنهن كانا وثنيات، والوثنية هي مثل المجوسية ليس لها كتاب. عاد المجوس قد قالوا أن معهم كتاب شبه كتاب، قالوا أنهم معهم شبه كتاب. أما العرب الجاهلية فكانوا ليس جاهلين يعبدون الأوثان. ما جاء في الإحصان حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال المحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا. المحصنات في القرآن يختلف معناها، ليست المراد بالمحصنات هن المزوجات كما قال الإمام مالك. المحصنات في القرآن وردت على عدة معاني، ففي سورة النور الذين يرمون المحصنات، المراد بالمحصنات العفيفات. في آية الزنا الذين يرمون المحصنات أي العفيفات. وفي الآية الثانية والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء المراد بهن المزوجات، لا يتزوج الإنسان بامرأة محصنة يعني مزوجة. وفي آية أخرى يقول فعليهن أي على الجوار ما على المحصنات أي ما على الحرائر من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني أن القرآن قال إذا زنت الجارية المملوكة فأردنا أن نجلدها فلا نجلدها إلا 50 جلدة، وإذا كانت مزوجة فلا نرجمها لأن الجلد يتنصف، وأما الراجب فإنه لا يتنصف، وإنما نجلدها 50 جلدة. قال الله فنصف ما عليهن ما على المحصنات أي ما على الحرائر من العذاب، ما على الحرائر من العذاب أي أن قال العلماء ويقاس على الجوار العبيد. فإذا كان هناك عبد مملوك وزنا فإننا نجلده 50 جلدة قياسا على الجارية الواردة، دليلها في القرآن، لأنه لا فارق بين المرأة الجارية والعبد إلا الذكور والأنوثة، وهذا فرق بسيط بالنسبة إلى كون كل واحد منهما رك. فإذا زنى العبد وأقر بالزنا أو ثبت عليه بالشهادة فلا نجلده إلا 50 جلدة فقط. لماذا؟ قياسا على الجارية، فالأصل هي الجارية الزانية، والفرع هو العبد الزاني، والعلة الجامعة ما بين الأصل والفرع هي الرقية هي العبودية، والحكم هو التنصيف، هو تنصيف الحد.
فالشاهد في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فليس المراد فعليهن نصف ما على المزوجات، وإنما المراد فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب، أي أن لفظة المحصنات في القرآن قد أتت بعدة معاني، ففي بعض الآيات المراد بالمحصنات هن العفيفات، وفي بعض الآيات المراد بهن المزوجات، وفي بعض الآيات أراد بها الحراير، فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. ماذا؟ وهو جالس مملوك 50 جلد فقط 50 جلد فقط لا يرجم لأنه عبد، وقد أقسنا على الجارية بجامع كون كل واحد منهما رك، فنخصص الأدلة التي تدل على الرجل، نقول إلا إذا كان عبد أو جارية فليس غير نصف العذاب أي نصف الجلد، لأن الموت لا يترصف. فهذا كلامي هو تعليق على قول المؤلف حتى تري يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال المحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. هذا يهم كلام سعيد بن المسيب أن القرآن لم يطلق لفظ المحصنات إلا على المزوجات، في حين أن قد سردنا لكم آيات تدل على أن المحصنات في القرآن جاءت أتين بعدة معاني. قال وحدثني عن مالك، فالقول الأول مسألة اليهودي والنصرانية مع مسألة المجوسية أنا تشككت في رأي الإمام مالك، وفي المسألة الثانية أنا متشكك في قول سعيد بن المسيب، مع أن العلماء يقولوا أن المحصنات في القرآن قد أتت على عدة معاني تدل عليها السياق. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته، إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته. وقال مالك وكل من أدركته كان يقول ذلك تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته. قال مالك يحصن العبد الحر إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحر العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. من كان قد تزوج بامرأة ولو كانت جارية فإنها تحصنه، من كان قد تزوج من الأحرار بامرأة هي مملوك الجارية فقد حصنته، وإذا كانت قد حصنته فقد أصبح محصنا، والمحصن إذا زنى يرجم، فمن زنى وقد تزوج بامرأة فإنها تحصله وتجعل حكم أنه يرجم، سواء كانت هذه المرأة جارية أو حرة، لأنه لا فرق ما بين الجارية والحرة ما دام وقد مسها، وما ما دام وقد مسها في نكاح شرعي.
لأن العلة هي كونه أصبح مزوجا. العلماء يقولوا من شرط المحصن أن يكون قد تزوج، سواء كانت زوجته موجودة معه، المراد قد تزوج ووضعها، سواء قد كانت قد وضعها وباقي عنده، أو باتت أو طلقها، ما فيسمى عندهم محصن. المحصن من تزوج بامرأة ووضعها، سواء كانت حرة أو جارية، وسواء كانت باقي عنده أو باتت أو طلقت، يقولوا هكذا. ولكن قالوا أن الذي ألفوا قانون الجنايات، قانون الأحوال الجنائية في الجمهورية اليمنية، قالوا أنهم قالوا أنه لا بد، ما أعرف هو صحيح أو ما، أنه قالوا أنه لا بد أن يكون في حالة تزوج، في حالة التزوج. أما لو زنى الزاني والعياذ بالله وكان قد تزوج ولكن زوجته قد طلقت أو فسخت أو ماتت، قالوا أنه لا يرجم. هكذا يقولوا لا بد أسمع. ولكن العلماء الآخرين يقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب، وقال البكر بالبكر، فقد قال الثيب بالثيب أنها تقتل هذه ثيب، ولم والمراد بالثيب من ليست ببكر، ولم تفرق الأحاديث بين كونها ثيب ولا زالت عند زوجها، أو ثيب وقد طلقها زوجها أو بات عنها زوجها. فيما حصن ولا يحصن، طيب هذا فكر. قال مالك والأما إن كانت تحت الحر، تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعدك، فإنه لا يحصن عنك أو إياها، وهي أما حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصانها. والأم إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها، إذا عتقت وهي عنده إذا وأصابها بعد أن تعتق. وقال مالك والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكحها بإحداهن، فأصابها من قد تزوج بنصرانية فزنى فإنه يرجم، ومن تزوج بيهودية فكذلك، أو بالأمة المسلمة كذلك، فإنها تحصن أي تجعله محصنا، والمحصن يرجم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب في نكاح المتعة، باب نكاح المتعة سقط علي نكاح المتعة. حتى ثري يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب عن أبيهما عن علي عن عبد الله والحسن عن ابني محمد ابن علي ابن أبي طالب عن أبيهما عن ماشي الظاهر عن عبد الله والحسن ابني محمد عن أبيهما عن علي بن أبي طالب، هذا ما يسبرش. يقول
عن أبي هبا ويرجع عن عبد الله ابن محمد ابن علي قال في الحاشي عن عبد الله قال البراد به ابن محمد ابن علي قال علوي أبي هاشم ابن الحنفية ثقة من رجال الكل مات سنة 99 بالشعر والحسن ابني محمد ابن علي ابن أبي طالب الهاشمي أبي محمد والحسن ابني محمد ابن علي ابن أبي طالب عن علي عن أبيهما علي ابن أبي طالب لفظة عن هذا لا لزوم لها لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تزوج بالحنفية المنسوبة إلى بني حنيف من بني تميم فأتت له بولد اسمه محمد بن الحنفية ومحمد بن الحنفية أنجب ولدين واحد اسمه عبد الله بن محمد والثاني اسمه الحسن ابن محمد هؤلاء من ذرية علي بن أبي طالب هاشميين علويين ولكنهم ليس بفاطميين مش من ذرية فاطمة الزهراء إنما هو من ذرية محمد ابن الحنفية عن أبيهما علي بن أبي طالب عن أبيهما محمد بن علي. ثم قال عن أبيهما يعني عن علي بن أبي طالب زي عن شيء عندكم عن أبيهما محمد عن أبيه علي بن أبي طالب عندي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب هذا عن ابعدوها اخدشوها اشطبوها اعدبوها لا تفكوها أبدا لأنها هي الذي ربشتني ما معنى عن أبيهما عن علي بن أبي طالب عن أبيهما محمد بن علي ابن أبي طالب محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر عن أكل الحمر حمر الأنسية هذا مسألة البتعة محنة الجعفري